السلام عليكم، مساكم الله بالخير. احنا اللي مبارك لنا عند النبي محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. تاريخ 9 ابريل 2018 مع كوكبة من كواكب السادة والرياضيين والعاميين والمقاولين والرؤساء اللي يخجلون من تواضعهم وأخلاقهم، وطبعا الروح الرياضية موجود في عمي أبو أحمد. نتمنى لكم التوفيق السامعين جميعا ومحق هذا المكان الطاهر عند النبي محمد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عدنا على هذه المكانات الطاهرة والقلوب البيضاء مع بعضنا البعض. يا الله، الله أرفع راية البحرين وخاصة الراية الرياضية. اللهم اجمعني مع هذه الوجوه الطيبة في هذه المكانات المقدسة إن شاء الله هذا العام وكل عام. قبل الله حبايبنا. الله يسلمك.